بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقيات تهان إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة نجاح إطلاق أول مسبار عربي لاستكشاف كوكب المريخ، مسبار الأمل، مشيدا سموه بهذا الإنجاز العلمي والحضاري في مجال الفضاء، ومتمنيا لسموهم موفور الصحة ودوام العافية.